عودة مباشرة لعيون بيروت، والبداية عن صحة الأم الحامل تحديدا من خلال الغذاء المناسب للمرأة الحامل مع اختصاصية التغذية. بدي أقول رنا حبيقة زميلتنا، رح أقول نانسي حبيقة ضيفتنا. أهلا وسهلا فيك نانسي. أهلا فيكم، اشتقنا لكم، مبروك الديكوراسيون الجديدة. مع أنها مأخرة بس ما أقول لك ميرسي كثير. ثانك يو. أهلا فيك يا نانسي، ونحن رح نحكي أكيد عن المرأة الحامل وغذائها بكل مراحل، من لما تقرر لتبلش لبعدين يصير عندها بيبي. ولكن هلا يلي شغل الكل موضوع صحي انفلونزا الخنازير، وسؤالنا للمشاهدين عن هالموضوع، هل انت بتخافي من عدوى انفلونزا الخنازير؟ للحقيقه بالنسبه للابحاث هلا اللي عم تجري عن هذا الموضوع، هي ما بتنعدى غير بطريقه التنفس، يعني ما بتنعدى من اللحم اذا الواحد عم يتناول لحم الخنزير، ان كان بيتناول هذا الشيء ولا لا. وبعد ما وصلت على لبنان، يعني نحن هون ما منا مثل اوروبا، دول اوروبا او دول امريكا مشهورين بتربيه الخنزير، لانه ما كثير نحن بنستهلكه مثل ما هن بيستهلكوه. فاذا انا بعتقد مش خايفه ولا اذا سافرت بالصيف او كمان اللي برا وبدهم يجوا على لبنان هيك بيصير فيها الاحتكاك ما بيننا وبينهم. هلا بالنسبه لهذا الموضوع كمان، ايه هون بتصير شوي الخطوره. الواحد وقت اللي بده يسافر ساعتها بده يحسب حساب، لوين بده يروح. بس انا بعتقد انه اغلبيه السواح اللي بتجي على لبنان بموسم الصيف هي من البلدان العربيه او اللبنانيين اللي عايشين بامريكا. اللبنانيين اللي عايشين بامريكا كمان ما بنخاف منهم، سبحان الله. ايه ما بيلقطوا، ينتبهوا على حالهم اكثر. لا عندهم اكثر مناعه. بتعرفي يمكن ما دام ما ناخذ ورد على المطار يتا او نانسي مثل ما بيصير عاده، بناخذ كمامه بوكيه كمامات وهيك بنوزعها على حالنا وعلى الجايين. بتخيل انه كمان هي شغله مهمه موجوده بالعالم، ولكن ما بدنا نضخمها اكثر ما هي طالما بعيده ومش موجوده عندنا. ايه اكيد، لانه انفلونزا الطيور يعني ما كثير اكتشفنا منها حالات بالبلد. معنوية اكثر لانه الطيور يعني بتطير وبتنقل العدوى اكثر. مزبوط. خلينا نرجع لموضوعنا الاساسي معك اليوم نانسي، هو المراه الحامل وغذائها المناسب. بدايه المراه الحامل شو الوزن المناسب لها خلال فتره الحمل؟ هو حسب، نحن بنقسم المراه الحامل لثلاث اقسام. حسب اذا كانت قبل ما تحبل كثير ضعيفه، او نحن بنسميه اندر ويت، يعني كانت تحت الوزن المثالي، ان كانت بالوزن المثالي او ان كانت بتتخطى اوفر ويت الوزن المثالي. وهون بيختلف قد ايه لازم تاخذ كيلويات خلال فتره الحمل. هلا اذا ان كانت تحت الاندر ويت، يعني تحت الوزن المثالي، اكيد لازم تاخذ مينيموم من 13 ل 16 كيلو. اوكي. اما ان كانت بالوزن المثالي فيها تاخذ من 10 لل 15 ماكسيموم، يعني هون ال 15 هيدي الليميت مثل ما بيقولوا. واذا كانت اوفر ويت حسب باي مرحله وقد ايه عندها وزن زايد. بس اذا كانت كثير عندها وزن زايد فيها تاخذ من 6 ل 8 كيلو. هيدا الماكسيموم ساعتها بيكون. ايه اكيد اذا كان عندها كثير وزن زايد. اما اذا كانت مثلا عندها الحمل بجمو، يعني باثنين او ثلاثه، ايه هون بتصير انه من 16 لل 20 كيلو. اكيد يعني هون عم نحكي على ثلاث فئات من السيدات النساء. طب اذا اخذنا يلي مثل ما انت قلتي اندر ويت واخذت اكثر من 16 كيلو وبقي يمكن انه نظرا انها هي كثير ضعيفه، هل صحيا الامر ما بيسوى ولا الزياده ما بيعودوا يروحوا بعدين بتصير يمكن بصلب جسمها؟ ليش ما بيسوى اكثر؟ هلا زياده الوزن بطريقه كثير ضخمه، يعني عم نحكي بفوق ال 25 كيلو او 30 كيلو في نساء هالقد بتزيد. هذا الشيء اكيد مضر، لانه بيعرض اول شيء المراه لمشاكل خلال فتره الحمل، من مشاكل سكري او بيعلى ضغطها، وهذا الشيء كله بيصير ياثر على الجنين على البيبي بذات الوقت. فاكيد نحن ما بننصح تزيد هالقد وزن. وهون كمان بيصير في حالات كمان بالبيبي، يعني يا بيطلع كثير وزنه زايد، يعني فوق ال 4.5 كيلو او 5 كيلو، او بيطلع البيبي كثير كمان صغير بالحجم. يعني هون اذا كانت الام عم بتعاني مثلا من السكري خلال الحمل، او مثلا من مشكله بكلويه، يعني بيصير في بروتين بالبول، فهون كمان بيصير في خطر على البيبي من انه تطلع صحته كثير منيحه. اكيد زياده الوزن مش بس نحن عم نطلع، يعني نحن هون عم نطلع صحيا، مش عم نطلع بال ايه مش بدنا نطلع بالجمال، لانه يعني بس اكيد
بتصير عملية خسارة الوزن كتير صعبة إذا كانت زايدة بطريقة كتير كبيرة، غير إنه الأشياء اللي بدها تتعرض لها الجلد تبعها، التشقيق أكيد، الترهل اللي بده يصير عند المرأة، وهذا الشيء كمان بيزيد لها من الدبريسيون من بعد ما تولد، العوامل النفسية، تتعب نفسيتها لأنه إنه أنا تغير شكلي فجأة، صرت هالقد اكيد، ومن الاندر ويت يعني تتوصل لمرحله انه يصير عندها جوزها كمان، جوزها غير وحده، كل هالاشياء اكيد جوز وحده بعدين لقى بعد فتره اثنين عنده بالبيت اكيد. لنحكي عن اي مرحله تحديدا للمراه الحامل لازم تنصح فيها لتكون عم تغذي البيبي مش بس عم تنصحيه، لانه هون بنلاقي اوقات بعض السيدات الحوامل بنلاقي انه كله نصحه، يعني بتحسي انه مش البيبي اللي عم ياخذ هالغذاء انما هي عم تنصح، يعني لما تولد رح يبقوا فيها هي مزبوط. بينما بتلاقي حوامل تانيين بتبقى كلها تقريبا بعدها مثل ما هي، انما بطنها اللي اخذ الوزن بس البطن مكوز، يعني هون مثل ما بيقولوا الخبيرين بهالموضوع انه البيبي عم ياخذ الوزن اكثر. فبنرجع لاول 3 اشهر مفروض تزيد فيهم وقد ايه؟ هلا رح اقسم لك اول شيء ال 10 كيلو اللي بدها تزيدهم بالاخر وين لازم يكونوا؟ 10 كيلو بكل الحمل؟ بكل الحمل. هلا باول 3 اشهر اكيد لا، البيبي بيكون بعده صغير، وحتى هي بالاشياء اللي عم تاكلهم باكلها الا اذا كانت تحت الوزن المثالي، اذا كانت تحت الوزن المثالي لازم تزيد شوي من الكالوريز تبعها كرمال لتنصح 1 أو 2 كيلو، كرمال لا يصير في عندها فات، لانه اذا كانت تحت الوزن المثالي ما بيكون في عندها فات اللي هو بده يتغذى منه البيبي، اللي هو بده يدعم نمو البيبي. فنحن اذا كانت نحن عم انا هلا عم بحكي نورمال عادي وزنها نورمال باول 3 اشهر، حتى نحن ما بنزيد لها بالابور كالوريفيك، يعني ما بنعلي لها بالكالوري اللي هي بالكالوريز بالوحدات الحراريه، يعني اذا زادت المراه الحامل باول 3 اشهر تكون هي عم تاخذهم. ايه اكيد باول 3 اشهر اللي بتعاني لما بدها ترجع تولد تشيله. مزبوط. هو نحن بنبلش لما باخر 6 اشهر بنصير نزيد لها من الرابع لسادس الشهر 150 كالوري كل يوم على اكلها العاده، باخر 3 اشهر 300 كالوري. اوكي. غير هيك ما منا بحاجه، لانه البيبي باول 3 اشهر بيكون بعده بال 200 او 300 جرام. حتى يعني ننسي في بعض السيدات ببدايه الحمل بال 3 اشهر بينقصوا من وزنهم، يعني لان بيكون في عندها وحام، ما بتعود تاكل، في بركه اضطرابات بالنوم، كله على بعضه، يعني بحس بعض الاشخاص بعينوا انه ضعفوا بثلاث اشهر. مزبوط. هل لازم يعوضوا يلي ضعفوهم ويزيدوهم على برك الكيلويات يلي مسموح فيهم من رابع شهر للتاسع؟ ايه هلا اذا كثير ضعفت باول ثلاث اشهر مش كثير، يعني عاده برك كيلو هو الازعاج. هلا بالنسبه لاذا كانت انت عم تحكي عن تلعى نفسها بتستفرغ هالاشياء، اكيد كمان هون إيه المرأة بدها تصير تقسم وعيتها لست وعيات بالنهار، وبدها تصير تاكل الاشياء اللي فيهم اكثر شيء غذاء، يعني مش انه تعتمد على الاشياء اللي ما فيها كثير غذاء للجنين، وخصوصا انه ما عم تاكل بكميات عاليه. السيدات يعني قبل ما نفوت بغير مراحل ليلي بركي وحامهم صعب وما بياكل، مزبوط، بننصحهم اول شيء انها تتناول 6 وجبات بالنهار، ما تاكل وجبه كثير ثقيله لانه هذا الشيء بده يزيد لها من 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 عمليه الانزعاج. بدنا اياها تصير تاكل نواشف، يعني ما تصير تاكل اشياء يكون الطعمه تبعها كثير قاسي عليها، يعني مثل الاشياء اللي فيها كثير بهارات، الاشياء اللي او حر كثير حاره منيح. صحيح. لا اذا كانت كثير حاره او ريحتها كثير عاليه ممكن انه تعمل لها شويه نوزيا، يعني تسبب لها بانه تلعى نفسها الغسيان. فاكيد الاكل بده يكون بلا ريحه، الاكل بده يكون نواشف، يعني توست مثلا او كراكرز، تاكل هيك اشياء مع جبنه كل النهار نانسي ولا هي بس الصبح؟ لان بالعاده هي الصبح لما تقوم من النوم الحامل بتبقى باكثر فتره هيك عم نقول تتناول هول الاشياء. أوكي. الكراكوت التوست مع جبنه، ما يكون الشيء اللي عم تناوله على بكره كثير ثقيل. ونحن عم نقول تقسم الاكل لست وجبات، اكيد بده يكون فيهم وجبتين اللي هن الاكل او الغداء، وهوليك الوجبتين يعني مثلا الغداء والعشاء والتربيقة، والوجبتين السناك اللي بيناتهم بدهم يكونوا نواشف مثل ما كنا عم نحكي. كورن فليكس، بطاطا مشوية مثلا، توست، لبنة. إذا بتمشي مثل ما عم بتقولي بتضعف ما بتنصح. بتضعف ما بتنصح. يا ريت بيمشوا هيك الحوامل. هلا بنعطيك فكرة كيف بيمشوا الحوامل بأي نظام غذائي. هويدا من بيروت مرحبا. ألو. الو هويدا بونجور، لو سمحتي وطي صوت التلفزيون، اسمعينا بس من التليفون. خفيت على الاخير. تفضلي. الله يعافيك، تفضلي. بس بدي اسالك انه انا حامل الي شهرين بس دغري زدت 2 كيلو لانه عندي كثير وحامي صعب، يعني بدي ضلني لا وشي لحتى يروح العيان،
بس اذا بتعطيني طريقه انه ما اقدر لاوش كثير والعيال يخف عندي. اوكي هلا بتعطيك نصيحتها نانسي حبيقه، بس عندنا سؤال لك. اكيد سمعتي هلا بانفلونزا الخنازير صح؟ ايه مزبوط. خايفه من عدوى الانفلونزا اذا سافرتي اذا بقيتي هون؟ انت كمواطنه لبنانيه وبعد نحن ما تسجلت ولا اي اصابه بلبنان، عندك خوف؟ اكيد اكيد بدي خاف، حتى لو كنت بدي اسافر هلا بدي الغي سفرتي، يعني اذا مش كرمالي كرمال البيبي. كرمال البيبي. انت معذوره، انا ما رح الغي، ما في بيبي. لميان ما رح تلغي ابدا. اوكي هويدا رح نشكر اتصالك، وهلا اختصاصيه التغذيه بتجاوبك. شفتي انه عم بيزيد وزنه؟ لانه عم بتلقمش كثير، يمكن عم بتلقمش خبز او كعك. نحن عم نقول لها انه تقسم الوقعات لست وجبات، هو هيك لازم يكون لنخفف لها من عمليه الغسيل. هلا انا اللي فينا انصحها فيه اكيد ما تلقمش اشياء اللي هي فيها كثير كالوري، يعني تبتعد عن الشوكولاته، تبتعد عن مثلا المقالي، تبتعد عن الاشياء اللي فيها كثير وحدات حراريه واللي هي فيها تسبب لها من زياده الوزن. بينما مثلا تلقمش اكثر شيء الخضار، مثلا جزر، فيها تلقمش خيار، فيها تاكل ارنبيت، فيها واللي ما بيلاعوا النفس يعني اكيد وسهلين على المعده. فيها كمان تلقمش فواكه من وقت للتاني، او مثلا فواكه مجففه، بس هلا مش عم نقول انه تاكل كثير كميات اكيد، بس انه الفواكه مجففه بتساعدها. الفواكه هي بحد ذاتها مثلا مثل الموزه، معقوله انه كمان تخفف لها من الغثيان اللي عم بتحس فيه. ومثل ما قلت الكورن فليكس، الكورن فليكس شيء كثير منيح وخلها تجربه، يعني او التوست او اللي نحن بنسميهم الركاكات الذره او الارز، يعني الصويا هول الرايس. لا لا يعني الجالات دوري جالات دوبلي. فيها كمان تلقمشهم يعني واحد اثنين مع لبنه بيسدوا الجوع، هول بيسدوا الجوع. وفيها كمان اذا حسيت حالها كثير عم بتزيد بالوزن فيها تجيبهم لو فات، فيها تجيبهم قليلين بالدهون. والخبز الاسمر يعني القمح الكامل كمان ينصح فيه للمراه الحامل. هلا بالنسبه للخبز ما انا مضطره اكيد تاخذوا قمح كامل، اكيد لا فيها تاخذوا هو بين القمح الكامله وزيت الوحدات الحراريه. هلا اذا كانت عم بتعاني من مشكله الامساك، وهذا ما بتصير باول 3 اشهر، بتصير باخر الحمل، فهون بس في حوامل مبلا بعرفهم بيعانوا من الامساك باول 3 اشهر، اكيد نحن بننصحها انه تتناول الخبز اللي فيه الياف. نانسي فيما يخص المراه الحامل، يمكن عاده اختصاص الجراحه النسائيه والتوليد يلي بيكون بضيافتنا دائما دكتور غسان عزار بيقول ما في شيء اسمه حام وطلع على بالها وحكيت وطلع ما بعرف شو، كاختصاصيه تغذيه اذا المراه الحامل قال طلع على بالي وبتخاف انه يكون حام ويطلع له شهوه للبيبي، شو رايكم بهيدي النقطه؟ وهل لازم تاكل اللي بيطلع على بالها؟ لان ساعتها يمكن تنصح. ايه يعني هون على يعني الحاله بتصير تاكل كثير لانه بيصير يطلع ويطلع. اكيد هلا شوفي انا بالنسبه لخبرتي بالكلينيك كل المراه الحامل انا بتابعها من اول شهر لاخر شهر، وبتابعها بعد ما تولد يعني تتخسر الوزن. بالنسبه للايتينج باترنز يعني الاشياء اللي بتحبها وما بتحبها، انا فيني اضمن لك انه بالحمل في اشياء بتبطل تحبها بالمره، يعني مثلا في عالم بتكون كل يوم بتتروى النسكافيه بتبطل تحبه على بكره خلص بتبطل فيها تشربه، او مثلا مثلا ايه او مثلا اللبنه ما بقعد فيها تشوفها، اللحمه ما بقعد فيها تذوقها. في كثير نساء اجمالا يعني هون لنحكي لانه نحن مرقنا بهالمرحله على شغله وحده بتعمل بلوك، ويمكن بيبقى هالبلوك حتى من بعد ما تولدي انه شغله وحده بتكرهيها صارت معك. شغلتين يمكن اكيد. فبس بالنسبه للوحام وحكيت وطلع له شهوه وهيك، انا كمان بوافق دكتور عزار على هذا الموضوع، يعني بنقول لهم ما يقولوا طلع على بالنا وما قدرنا نقاوم شوكولا وجاتو وما بعرف. لا اكيد لا، فيها تسيطر على حالها مثل بقيه الوقت. بالنسبه انه المراه الحامل، هلا المراه الحامل ايه بتتعرض ل شانجمون هرمونال، يعني بتغير عندها تغير هرموني بجسمها اغلبيه الوقت، فيها هذا الشيء سبب لها من انه تصير بدها سكر اكثر او تصير يعني تشتهي الاشياء اللي بتحبها اكثر شيء، وهي بتصير تسمح لحالها انه اوكي انا حب لي يلا بروح باخذهم بهيدي الفتره، هيك هيك رح شيلهم بكره بسرعه او رح اعوضهم هيك عم بغنجوني هيك هيك ايه، يعني بتستفيد. بس هذا الشيء اذا صار في افراط فيه بده ينعكس على صحتها وصحة الجنين لبعدين. ما زال عم نحكي على صحتها وصحة الجنين يلي بعده بداخل بطنها. مثل ما بنسمع ومثل ما بيقولوا الأطباء أنه زيادة الوزن بتأثر على الولادة، فما بتعود الولادة مريحة، ويمكن ساعتها يتجه الحكيم لولادة قيصرية. ما بعرف إذا صايرة هالحالة وهل صحيح أنه الوزن هالقد بيأثر على كيفية الولادة؟ إيه أكيد أكيد، لأنه وقت اللي بيصير فيه وزن زايد كتير ما بيعود يفتح حلق الرحم مثل ما هو مفروض، وبتصير المرأة
المرأة ما بعود كمان في عندها عضلات كافية لأنها تشد وقت الولادة، فمن هون كمان الطبيب هو بيصير يعيط عليها وقتها بتروح لعنده، مش لأنه هو بده إياها إنه يدلع إنه مثل المانكان أو هيك، لا بيعيط عليها لأنه تساعده أثناء الولادة. إيه أكيد لتساعده أثناء الولادة، وكرمال لو ما تتعرض للمشاكل الصحية، وخصوصا اللي هي ببلش تتعرض لها بآخر شهرين. نعم. يعني بالنسبة للسكري أو بالنسبة للبروتينات أو الزلال، إيه زلال اللي هي بروتينات بالبول، أو بالنسبة للضغط، يعني بيصير في خطر بعدين بالولادة إذا كانت المرأة عندها إياهن. أو عبير منصور معنا على الخط، مرحبا عبير. بونجور عبير. ألو بونجور. بونجور. كيفكن؟ نحن منيح إن شاء الله، أنت منيحة؟ إيه الحمد لله. تفضلي. بليز أنا بدي نهار عندي بريباراسيون لصير أونسين، هلا أنا بدي أحكي بليز مع الأخصائية. أكيد عم تسمعك، تفضلي. أوكي. هاي عبير. من فوق ما عندي بروبليم أبدا بجسمي، ما عندي ولا يعني أنا بأكد لك ولا 0% فات، بس أكثر شيء منطقة الهونش عندي. نعم. الهونشات والكويسه، بدي اعرف اي طريقه اعمل انه حتى نزل نتفي نزلون كرمال انه قبل ما تحمل، ما انصح يعني كثير بالحمل قبل ما تفوتي بالحمل. نعم. عبير، هو بدك توزني، بدك ما في نظام غذائي بينزل منطقه الهونشات مثل ما انت عم تقولي. يعني انت يمكن عندك الوزن الزايد بس تنصحي بيتكدس بمنطقه معينه من جسمك بدل ما يتكدس بكل جسمك، جسمي يعني هونش وكويس وهيك والارداف. مزبوط. والوراك. كرمال هيك انا اللي بنصحك هو انك تعملي دايت نظام غذائي قليل بالوحدات الحراريه كرمال تخفف شوي من وزنك اللي هن 4 او 5 كيلو. نعم. مثلا انه انا ما شفتك بس بعتبر هيك، اذا بدك تعمليه بطريقه انه يكون عند اكيد اختصاصيه تغذيه. نعم. كرمال لتنزلي انه ما في مثلا ما بضعف كمان من فوق لانه ما بدي اضعف من فوق. مزبوط، لانه اذا عملتيه بطريقه اكيليبري وعند حدا بروفيشنال بتضعفي من الدهون اللي موجوده بجسمك. نعم. بينما اذا انت خففتي اكل لحالك ممكن تضعفي ماي او تضعفي عضل يروحوا من وجهك او من منطقه معينه من جسمك. يعني ما بدك اياها تضعف. دايت صحيح ببلش يضعف الدهن اللي اكثر شيء. مزبوط. اللي اكثر شيء موجود بالمناطق اللي موجوده بكثره. انا هلا طولي انه بساعد انه انا 1.70 متر، وزني 78 كيلو، بس عم اقول لك انه اكثر شيء عندي بروبلم بهالمنطقه. مزبوط. يعني بدك تقريبا من 4 ل 6 كيلو بعتقد ببطل عندك هذا البروبلم، بس بدك تعملي بطريقه صحيه. في منهم اخصائيات عم يعطوا مثلا ريجيم اليمنتير مثلا بينزل نقول 10 كيلو بشهر ونص، ما بحسهم كثار. لا اكيد اكيد انت بالحاله تبعك اكيد ماكسيموم لازم بشهر ونص تضعف. لا بشهر لازم تضعفي كيلو بالجمعه، يعني مش اكثر من هيك. أربعة يعني 4 بالشهر. من 4 ل 5 كيلو اذا عملت رياضه، 5 كيلو اذا ما عملت رياضه 4 كيلو ماكسيموم. يعني هيك المفروض بحس اذا مثلا خسرتيهم بسرعه بحس انه بردهم كمان بسرعه يمكن. ايه اكيد اكيد. نحن انا ما بنصحك اكيد تعملي اكثر من هيك، خصوصا بالوزن اللي انت عليه لانه منه كثير وزن زايد بصراحه. يعني بعدك نورمال. بعدك بالنورمال. طيب عبير بدل افضل، بس قولي لنا انت بتخافي من عدوى انفلونزا الخنازير؟ هذا لان سؤالنا لكل المشاهدين. ما بخاف منها اول شيء لانه عملوا ريبورتاج انه على 70 دغري بتكون انه رايحه، يعني اذا انه عالم بياكلوها انه ديجا هي بتروح بالطبيخ. احتكاك مباشر انه ما عندنا هون ما عندنا احتكاك مباشر. اهم شيء الاحتكاك ما يكون مباشر. نعم. اوكي عبير، شكرا لاتصالك. شكرا لعبير. ختاما ننصح بيئة من نعرف شو لازم تاكل يعني المراه الحامل خلال نهارها، هيك بنعمل جورني اذا بدك نهار لمراه حامل وبنعطي فكره لكل الحوامل اللي عم بيتابعونا. اكيد اول شيء انا بنصحها بانه ما تقفل وقت الترويقه، يعني في كتير حوامل بيشتغلوا بيقوموا من على بكره ما لهم جلاده او مستعجلين بيروحوا على الشغل، هون بتصير تقفيه الترويقه اللي هي كتير مهمه ولازم تبلش فيها نهارها، خصوصا اذا صارت باخر اشهر من الحمل. يعني اكيد تاكل الاشياء اللي فيها اكثر شيء فيتامينات واكثر شيء فيها مغذيه مثل الفواكه مثل الخضار، ما تقفيهم بالنهار، مش انه انا بشتغل ايه اوكي كل يوم دليفري 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 اشياء ما فيها ابدا فيتامينات، واعتمد على الكبسولات انه ايه انا عم باخذ فيتامين من برا ما بيأثر فيني اكل، عم باخذ اكسترا. ايه اكيد فيني اخذ شوكولا او اكل قد ما بدي من الاشياء الثانيه اللي ببي رح يوصل له الغذاء الكامل. اكيد بنصحها تشرب كثير مي لانه خصوصا باخر 3 4 اشهر من الحمل وقتها بيصير انه البيبي بده مي، هي كمان بيصير في عندها مثل سموم بجسمها بدها تظهرهم، لازم كل الوقت عم تحرك الكلاوي لازم تشرب كثير مي،
وفي اشياء ممنوعه انها يلا هات لنا نحكي شو الممنوع انها تتناولون، مثل مثلا الحليب، مثلا حليب البقر التازه اللي هو نو باستوريزي، يعني منه مبستر. كل الاجبان اللي هي منه مبستره مثل الفته، مثل مثلا البريل، كامامبير، كل شيء اللي هيدي الجبنه البلديه والجبنه الخضراء والكل اكيد اكيد كل شيء روكفور، كل شيء فيه بكتيريا، كل شيء موجود مش بعلبه مغلفه، يعني موجود على البرادات بالسوبر ماركت، ممنوع هي تتناوله. بس الروكفور فيها تشتريه معلب، يعني هون كمان لنوضح انه هيدا النوع تحديدا مش لانه معلب او لا. اكيد هيدي فيها بكتيريا، نوع من البكتيريا، بس انا كمان عم بحكي هون عن كل الاجبان اللي موجوده بالسوبر ماركت واللي بتنعطى من فلت. قالب فلت. غير الاجبان، اللبنه كمان، اللبن، فينا نحكي كمان عن انواع من اللحومات، من الحبش، من الجامبون، من كل شيء. ما لازم تاخذهم، منهم مبسترين، معقول يكونوا تعرضوا بالنهار لنوع من البكتيريا، وطية الحرارة، عالية الحرارة، منهم يعني ممكن يتعرضوا لنوع من البكتيريا، إذا مش مسيئة للمرأة مسيئة للبيبي. وكمان بعد في بالممنوعات، لأن في هيك بشكل سريع وصلنا فاكس من سيدة هي أنسانت من شهر ونص، بتقول إنه أخذي 5 كيلو كانت قبل ما تحبل. قد ايه بحق لها بعد بوزن لاخر فتره الحمل؟ هلا نحن بنحط بوين زيرو وقت اللي بتحبل، لانه في كثير نساء بيجوا مثلا بيقول لك انا كنت اخذ 5 فيني اضعف هلا 3. لا، النهار اللي بتبلش فيه او بتعرف فيه انه حبله ما فيها تخسر ولا كيلو من الوزن، لانه معقول هذا الشيء ياثر لها بعدين ولو بطريقه صحيه، يعني حتى لو بمتابعه دقيقه ما فيها تضعف. لا، لانه المراه الحامل اول نهار بتحبل فيه ممنوع، بدها تاخذ وحدات حراريه كافيه كرمال لتضلها مكفيه بالحمل. اذا اخذت وحدات حراريه مش كافيه معقول ياثر بأول شهر ومعقول ما يأثر، بس إذا أثر هون المشكلة، لأنه بيصير الحق على أخصائية التغذية وعليها وعلى يعني ما رح تسامح حدا إذا صار له شيء جنين. بس أنا هون في شغلة بدي ألفت نظر المشاهدين عليها، ما بدي أعيد للمرأة الحامل كل الأشياء اللي دجا سمعتهم من طبيبة أو من أخصائيين. في أنواع من الزهورات ممنوع تتناولها المرأة الحامل واللي هي ما بتركز عليها. اليانسون بأول 3 شهور ما هي؟ فيها تتناولها. أو كل ال... لا فيها في أنواع مثلا مثل الكامومين، معقول اللي مثلا يعمل كونتراكسيون بمنطقه الرحم، بس هذا شيء معقول انقباضات معقول ياثر على الجنين. في كثير، في ليستة طويله عريضه من الزهورات، يعني انواع من الاعشاب المغليه. بس الشاي مسموح؟ اخضر، اسود، مسموح بس بكميات كمان، لانه بضل فيه كافيين مثله مثل القهوه، فما فيها كمان تكتر من تناوله. فهون بده يصير في توعيه على هذا الموضوع، لانه ياما في عالم بتكون كل نهار انه مثلا بتحس بوجع بمعدتها او بيكون عندها مشكله الامساك، او بيصيروا يجيبوا لهم اعشاب، خذي هي للامساك، خذي هيدي. بالنهايه اكيد كثير بتاثر على صحتها وصحه الجنين. مع هالمعلومات القيمة بدنا نشكر حضورك معنا اختصاصية التغذية نانسي حبيقة. شكرا. أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله بيخلص كل الحوامل بالسلامة. ثانك يو. أنا كمان انبسطت كتير إني شفتكم اليوم.